البروسيلا ده سؤال يعني ريتم عادي، في نفس الوقت بيعتبر سؤال problem solving. قليل ما اشوف حاجه في الفونت كده عندك، بس عشان انا بس بحب الاحظ حاجات. مش نفسه حجمه هو، بس الفونت هنا، الفونت هنا احلى احلى من ده، بس بشوف. طيب فالبروسيلا اسم الاورجانيزم، لو تفتكروا كان اسمها بروسيلا ميليتينيسيس، وفي بروسيلا ابورتس والبروسيلا ساوز. مين اللي مشهوره قوي؟ ميليتينيسيس. طيب البروسيلا هتجد فيها ان مين الاشخاص اللي بيجيلهم بروسيلا؟ هو دايما هيجيبها في البروبلم كده، هتلاقي واحد بوتشر، جزار، فيترينري او فارما. هو ما يحب يجيب بروبلم هيقول لك فارما، مش هيقول حاجه تانية. ليه؟ لان ما يقول لك جزار بتتفقس، لو يقول لك طبيب بيطري تتفقس، لكن لما يقول لك واحد فلاح تقوم انت بقى تخش في حاجات تانية، يعني تخش بالهرس، يعني تخش يعني يلفك، فاهم ازاي؟ طيب طبعا الناس بقى اللي هم بيبقوا افكتد، هتلاقي البروسيلا فيها اكيوت كرونيك لوكالايز. انا عايزك تعرف الاكيوت، تعرف الاكيوت بروسيلا، يعني مش لازم تعرف كل حاجه، ممكن اللوكالايزد كمان، لكن مش مهم الكروني. اهم حاجه هي عباره عن ايه يا شباب؟ هي عباره عن، خلي بالك ان البروسيلا اسمها ايه؟ ميديترينيان فيفر وليست فاميليال ميديترينيان فيفر. خلي بالك الفاميليال ميديترينيان فيفر دي حاجه ثانيه خالص، واسمها كمان ايضا ايه؟ الانيولان فيفر او الحمى المتموجه، لان هي بتيجي بريزنتد بايه؟ ريكرنت اتاكس اوف فيفرز، مش كده؟ وبعدين العيان بيجي عنده هيباتو سبلين وميجالي ولمفاديموباسيما، بس كده. يبقى انت هتكتب البروبلم كده في كلمتين، البروبلم على طول عباره عن ايه؟ فارمر عنده ريكارد فيفر اون اكزامينيشن، اون اكزامينيشن. طبعا الناس واحنا قاعدين كده، فلما جت في الامتحان انا ببساطه قلت لهم احسن عشان تحرموا، وايه وكل، بس هي مش جت في الامتحان ده، لا اللي قبله، مش الحصه اللي فاتت، اللي قبله، اللي قبله على طول. فانا قلت شفت هيجاد اهي عشان تصدقوا ان انتوا فاهمين الكلام ده عادي، يعني لا مش عادي. ده البروسيلا دي مهمه، لازم ابقى عارفها، لازم ابقى عارف البروسيلا، ما ينفعش اخش امتحان من غير البروسيلا، هتلاقي بروبلم. ف هيجي يبقى قلنا ايه؟ اون اكزامينيشن، يبقى هو فارمر جاي بريزنتد بريكارنت فيفر، واون اكزامينيشن لقيناه ايه يا ولاد بقى؟ عنده هيباتس ميجالي ولمفاديموباسي، ومتشكر على كده. بس انا مش عايز اكتر، يبقى انا حتى على الاقل يعني اقول له ايه؟ اسم الاورجانيزم بروسيلا ميليتينيسيس. بيجي في مين يا عم؟ في الفلاح والجزار واي انسان بيتعامل مع الحيوانات. بس اسالكم بقى سؤال، طب ممكن تيجي في طفل قال لي
إجابة نعم. الساية جميل تيجي في طفل اللبن اللبن. وعشان كده بقى هقول لك أنا في لفة كده هباك الكلام بيتلف العلم ده مليان ملفات زي ما بيقول. فيجي راجل يقول لك ايه؟ راجل يقول لك ايه؟ البروسيلا دي من الانفكشن اللي بتعمل ارثرايتس. بتعمل ايه؟ ارثرايتس. فلما نروح بقى ان شاء الله فروماتيزم هرجع اقولها تاني، هاجي اقول لك تشايلد عنده ارثرايتس. فكلنا بنبقى عارفين ايه؟ روماتيك ارثرايتس. يقول لك وايه كمان؟ ده طفل. فانت تسمع ده طفل بيشرب لبن. يعني انا بشرب لبن. قلت له انا كمان فعلا طفل بشرب لبن، انا يعني انا عيل برضه. طب ما هو شرب اللبن ده يبقى الطفل اللي بيشرب لبن من اللبان لو جاب وفيفر، خلي بالك لازم تو كونسيدر بروسيلا. طيب هقول لك كمان معلومه، لما تسافر ان شاء الله الى منطقه الخليج ربنا يكرمك تعمل شويه ريالات شويه دنانير. فالمهم هتروح هناك ممكن تتحدف في حته يعني مناطق مش العاصمه مش المدينه، فتروح في حته يعني لا مش كوره، بتبقى رايح مثلا مركز معين كبير يعني مثلا زي السعوديه. السعوديه دي فيها الصحراء بقول لك يعني فيها رهيبه مساحه شاسعه، فتروح في حته كده حوالين منك المنطقه، انت قاعد في مدينه برضه بس حوالين منها في بدو. فلما يجي لك حد من البدو عنده فيفر مبدئيا بروسيلا، لانه هو قاعد طول النهار يعني ممكن ينام في حضن المعزه مثلا، ياكل المعزه في حضنه او الجمل اي حاجه بقى ماليش دعوه، هو دايما كده بيتعامل مع الايه. يبقى دول اشخاص لازم تحطهم في الاعتبار عشان تبقى انت فاهم الموضوع. طيب لما تيجي بقى في حاجه اسمها لوكالايزد فورم، يعني البروسيلا تفاجئ ان هي ممكن تعمل حاجات غريبه قوي، تعمل ارثرايتس ساعات، بتعمل اللي هي لوكالايزد، ممكن تعمل نوع من الاوستيومالايتس والالتهاب في الفيرتبري. عشان كده البروسيلا يجي يقول لك ايه التو انفكشنز اللي بيعملوا الام في الظهر باك ايه؟ هتلاقي التايفويد والبروسيلا. هناخدها فين؟ في روماتيزم. اجي اقول لك قول لي اسباب الباك ايه؟ اسباب الباك ايه دي اسمع في البرامج ده مصر. والله يا دكتور عايزينك بقى تقول لنا ايه حكايه الام الظهر؟ مش كده؟ ويقعد يقول لك والله ما. فتلاقي التقسيمه دي فين؟ ما انا هقول لك الحته بتاعت البرامج عشان ربنا يكرمك. تظبط لك كده حلقتين يظبطوك. فهتلاقي من ضمن الحاجات التيفود البروسيلا. فاهم ازاي؟ البروسيلا بتعمل حاجه غريبه، ممكن تعمل اندوكاردايتس. هو كاورجانيزم ممكن يعمل كده. طيب المهم بقى هيروح جاي سائلني في ايه؟ في الانفستيجيشن. يبقى الكلينيكال بيكتشر كلها سهله، ده واحد جسار وواحد مش عارف ايه وجاله ريكارنت فيفر وفحصته لقيت فيه ليفر اسبلين لينفينود خلاص. حتى في تقسيمه هتلاقي في البطنه وجراحه اللي اسمها ايه التقسيمه دي؟ فيفر ويز جنراليزد لينفينود، بس هتلاقي من ضمنها البروسيلا. فشاف البروسيلا راشقه في حتت كتير، خلي بالك يعني. وبناء عليه يقول لك طب ايه بقى الانفستيجيشن؟ هتقول نمبر 1 البلاد بيكتشر. بص بقى البلاد بيكتشر، تجد البروسيلا بتعمل حركه، البكتيريا المفروض تعمل ايه؟ ليكوسايتوزيس، لا دي تعمل ليكوبيميا. على فكره التيفود كده يعني يعمل برضه ليكوبيميا كده، والبروسيلا ليكوبيميا. لك ايه البكتيريا اللي بتعمل ليكوبيميا دول؟ خلي بالك. وبعدين هتعمل له حاجه اسمها الاجل البروسيلا اجلوتينيشن تيست. طبعا هي ليها اسم برضه اسمها مالطا فيفر. بروسيلا اجلوتينيشن تيست، يعني نقدر نعمل هذه الانفستيجيشن. وفي الاخر في سؤال بقى اللي هو بايخ، اللي هو يقول لك ايه بقى؟
complications. زي ما قلت لك بقى اي infection ما يقول لك complication بنقول ايه؟ AIDS. اضرب AIDS في اتجاه بقى انت ونصيبك. يعني طبعا هتلاقي في كلام مش عارف بيريكاردايتس مايوكاردايتس بيرينجايتس مش عارف AIDS دب بقى خلاص انا ما عنديش مشاكل في دي. يبقى خلي بالك ده في ناس كيف الاورال ما يسالش الا في الفيفر. واذا الفيفر ايه؟ المعروفه مونونيكليوز. بص المونونيكليوز والبروسيلا والسي ام في والاتش اي في دي مقدسه. ما ينفعش انا اخش وانا ما معيش الاربعه دول. هما الاربعه ما يجوش اربع ورقات. فانت في الاخر هتلاقي الكتاب ده انت هتسلكت اللي احنا عاوزينه، هتلاقيه في الاخر بيصفصف على 40 صفحه كده ومش هتقراهم كلهم كمان، هتقرا فيهم حاجات بسيطه. لكن تخش من غير ما ينفعش برضه بتبقى يعني بايخه شويه. طيب لو جينا قلنا بقى العلاج. العلاج طبعا برضه عشان ناخد النمره فيجي يقول لك ايه طب اكتب التريتمنت فالعيال يروحوا كاتبين ايه؟ الانتي بايوتيك على طول. لا في كلام كوميونيتي كده سانيتيشن اوف ميلك مش عارف ايه. خلي بالنا من الحيوانات والحاجات الحلوه ظبط الدنيا رش اي حاجه. المهم يعني طول الكلام اللي احنا بنسمع عنه. وبعدين تروح حاطط الانتي بايوتيك. الانتي بايوتيك عندك تترا سايكلين. تترا سايكلين العادي او زميله اسمه ايه؟ دوكسي سايكلين. حط هنا كده دوكسي سايكلين. دوكسي سايكلين ده اللي هو ايه؟ كتبته اسمه اسمه ايه؟ سو ما قلتوش؟ لا قلت حته مش عارف ايه. قلت يا فيبرا فيبرا مايس عارفينه ولا لا؟ انتوا واخدينه في الجلدين كنت جبتيه عشان حد الشباب ولا هو تترا سايكلين هو في تترا سايكلين اللي هو العادي وفي دوكسي سايكلين. دوكسي سايكلين ايه نسبته؟ هو بيتاخد 100 مللي جرام كل 12 سنه او انك التترا سايكلين بلس ريثم بي سي. بص بقى جميل بقى الديوريشن اوف ثيرابي قد ايه؟ حوالي اربع اسابيع. اكتب اب تو يعني ده كمان بيقول لك ده احنا عايزين نخليه ست اسابيع يعني شغلانه برضه شغلانه جامده يعني اربع اسابيع الى ست اسابيع اللي هو ايه بقى تترا سايكلين كومباين ويز ريثم بي سي. بس يعني كلام بسيط. لو بص ده الناس داخل هو مش قاري الكلام ده وعينه يفاجئ ان هو قدامه. طب يعني انت لو قريتها ده لو سمعتها بس لو سمعت الكلام ده كده في البتاع في المحطه دي بتاعتنا دي خلاص هتروح ايه؟ يعني خليك ناصح في المذاكره مش كل حاجه انا اقعد امسكها او راكب عليها كده. لا وصلنا خلاص مش كل حاجه عمال انا ايه احفظ زي الاهبل. هتحفظ من هنا هيطلع من الناحيه الثانيه دي بطل العادة السريعة. خش بقى جميل على البرونكوجينيك كاس. انت مش معالج العروسة. مش دي يا دكتور. الثانية اسمها فاميليال ميديترينيان فيفر دي حاجة تانية جاية. دي قصة ودي قصة. عشان كده بقول لك خلي بالك دي اسمها ميديترينيان فيفر وليست فاميليال برونكوجينيك كارسينوما. البرونكوجينيك كارسينوما هو اشيع ليجنسي ثريال مع الاسف اكتر حاجه بيقولوا برونكوجينيك كارسينوما. وللاسف الشديد انها تسبب او السرفايفل بتاعها 85% من العيانين بيضاي within 5 years. يعني العيان البرونكوجينيك كده تبقى عامل حساب من ساعه ما يتشخص ايا كان ايا كان اخره 5 years ده اخره. الا بقى اذا كان ربنا طبعا يعني بقت حاجه اخرى بس هو دايما قال لي
تقرا ترجع تلاقي كلام الكتاب صح، انه عمليات قصص الاف من البشر على ما فيش كله يريح. في واحد انا صاحب انا بقاله 3 سنين مش شغال كويس، عامل العمليه وخد الاعتاد وراجل ايه لسه صاحي وزي القرد مش عارفين بقى ايه اللي هيحصل. بس فانا عمال ابص له كده من يعني تفاصيل ده المفروض يعني يجي فين؟ هو يكون مخلص شوف المال مكملين ممكن. لا صوت ما تعرفش 15% التانيين دول ايه؟ ما هو ايه يا دكتور؟ يعني ممكن 15% التانيين واحد يعيش 6 سنين، واحد يعيش 7، لكن عشان يبقى كيور من زمان ممكن، بس هي صعبه شويه. خلاك ان ده بيبقى انسان مدخن، يعني هو ممكن يموت من انفاركت، عقار من انفاركت، اصلا حاجه ثانيه. طيب ايه البريز بوس فاكتور على راس؟ طبعا المين اكتر من والسن من 55 ل 65 سنه، ده اليوجوال، ده اليوجوال. طب ايه البريز بوس فاكتور؟ التدخين. ايه الماده؟ ايه الماده؟ اسمها ايه؟ فاكرين الماده؟ 3-4-بنزبايرين. 3-4-بنزبايرين. في بقى حاجات ثانيه غير التدخين. يجي يقول لك ايه مثلا؟ اير بوليوشن بالكول، الكول بقى اللي هو الفحم، احتراق الفحم، البتاع ده هو في بقى عندنا الرادون ومش الرادون، مواد مشعه كده. وبعدين عندك كمان في حاجات اوكيوبيشنال على راسها الاسبستوس نيجن. في كمان الناس اللي عاشوا فتره القنبله الذريه، الناس دول خدوا اشعاع، ممكن يكون في ناس جالهم رومجين كارسينوما اليورينيوم والحاجات المشعه اللي بيقول عليها، بيقول لك ده في مش عارف لو ايه يورينيوم والبتاع ده وتلاقوه بيصرف اشعاع وحاجات كده برضه. ايه كمان برضه؟ خلي بالكم ربنا خلي لنا احنا يا اولاد حاجه اسمها تيومر سبريسور جين، وعندنا كمان اونكوجين. يعني انت عندك جينات، احنا عندنا الناس كده فيهم جينات تعمل سرطان، وفي ناس المفروض عندنا اللي هو ايه تيومر سبريسور جين في نفس الوقت. ففي ناس يقول لك والله هو عنده انهبيشن للتيومر سبريسور جين، فالاونكوجين بقى بتاخد يعني وضعها وكلام كله بيقعدوا يتفلسفوا فيه. تعالى بقى نشوف الكلمة اللي برضه بتفكرك بيها عشان ما تسيبش نفسك للدخان، عشان تسال يدخن. لا حتى لو دخن معلش، يعني فرضنا مثلا انت بتحب تشرب شوية كده ماشي، عامل سيجارتين تلاتة أربعة مش إشكال، إنما تقعد تشرب بغباء ده اسمه غباء، كده بتموت نفسك. فطبعا سبب ان اللي بيشرب 40 سيجاره في اليوم لمده 20 سنه هيبقى لايبل للبرونكوجينيك كارسينوما 40 مره ضعف. يبقى انت ايه؟ يبقى حرام. ده برونكوجينيك، في كانسر بروستيت، في كانسر اوسوفيجاس، في مالينس، في الماروس، في كوروناري، كتير يعني مش عارف يعني. طيب ايه اللي ما ينفعش؟ طب تعالوا نشوف بقى الايه؟ الباثولوجي. دايما بنقول لنا الباثولوجي انه بيبقى فيه المالينس اللي اما بتبقى فانجيتنج ماس، لا اما انفلتريتنج، او لا اما مالينانت السر، اللي هو الكلام اللي هو بتاع الجراحه ده. لكن خلي بالك من الموقع بتاع الله. انا هرسم لك رسمه كده مبسطه كده. ادي اللون. ممكن بقى السرطان يجي بريفرن هنا كده، هيروح ضارب البلورا. ممكن يجي ايبيكال، وده هنسميه
بانكس. وممكن يجي هنا ويعمل مشكله ميديا سباين. عشان كده هتلاقي الاورام اللي هي البرونكوجينيك كارسينوما حسب مكان الورم. حسب مكان الورم في البريفرز قوي سمول برونكيولينت البريفرز يبقى فيه لوريز. لو فوق هيعمل حاجه اسمها البانكوست وهيعمل لي مانيفستيشنز معينه. في بعض ناس يجي لك بميديا ستاينال سيمتومز على حسب موقع الورم. جميل جدا. طبعا السبريد بتاع الورم في بقى الليمفاتيك وفي بلاد بور، وهنتكلم حالا عن هذه القصه. خلي بالك بقى جميل من الهيستولوجي بتاع الورم. ايه الهيستولوجي بقى بتاع الورم؟ الهيستولوجي بتاع الورم سكويموس سيل كارسينوما. السكويموس سيل كارسينوما يقولوا تعمل ماس تقفل البرونكس، ممكن تقفل البرونكس، بس ممكن الماس دي يحصل فيها نيكروزس وكافيتيشن. عارف كلمه كافيتيشن دي كده جنبها كده يعني ايه كافيتيشن؟ يعني ممكن الماس تعمل كافيتي والكافيتي يبقى انفكتد، فتلاقي الراجل جاي لك بايه؟ لانج ابسس. طب انت بقى لانج ابسس عادي ولا في عندك اندرلاين مالينسي؟ طب في سمول سيل كارسينوما، اعرف عن هذه المعلومه. السمول سيل كارسينوما تحدث في غير المدخن. يعني برضه مش عايزين بقى نربط يقول لك طب ده عمره ما شرب سيجاره يا دكتور. ايوه يا حبيبي. ما في سمول سيل كارسينوما جميله كده بتيجي بيقول عليها معلومه هامه. برونكوجينيك كارسينوما معروف ان الاورام في ورمين ولاد 60 كلب ما بيستجيبوش للكيموثيرابي، الهيباتوما والبرونكوجينيك كارسينوما. وبالذات تيجي بقى السمول سيل كارسينوما دي بتستجيب للكيمو، يبقى دي فيها ميزه برضه. ادينو كارسينوما تيجي في الناس اللي خدوا اسبستوس. كمان دي بقى الحاجات دي ايه بقى؟ دي بقى زي نظام ايه كده ام سي كيو. سمول سيل كارسينوما بستجيب للكيمو سيرابي ولا راديو سيرابي بتاعته في المدخن غير ما نفسك ايه؟ مش واخد بالك. عارف الكلام ده مكتوب فين؟ وحياه توم انا في الباثولوجي السنه الثالث. بس تفتكر ان احنا بنقول كلام غريب ولا حاجه؟ ده مؤاخذه. السبريد مش فاهم الحاجات زي ما بيقول سبريد ونيكد اي. ايه ابا السبريد في بلاد بورن بتاس السبال برين بتاع مش عارف ايه. في سبريد لينفاتيك سبريد هيروح فين بقى؟ في اتنين لينفينود هنقول لكم عليهم. طبعا بيروح بقى سيرفايكال وميديا سباينال لينفينود. انا يهمني اتنين لينفينود، ميديا سباينال لينفينود وهقولها بعد شويه كمان. وفي واحده اسمها ايه هنا؟ اسمها ايه الليمفينود اللي هنا؟ اسمها ايه؟ سكالين. سكالين الليمفينود دي فين؟ بتوين تو هيدز اوف سبيرموس ويل ماس. خدتوا الليمفاتيك ولا في الجراحه؟ خدتوه؟ السكالين الليمفينود حتى انا بقى بجيبها بصباعي كده، بصوا بحط صباعي كده صباع الاندكس كده واروح جاي بتوين تو هيدز اوف ذا سيرموس ويل اروح جايبها زي الشنكل كده حاطط صباعي تحت كده اهو كده واروح جايبها. يعني ما تتحسش ان هو لازم تجيبها تروح ده الخطاب كده اهي انا جايبها تحت صباعي. البتاع دي ده احنا ساعات بناخد هي ايه ميزه الاسكاليت انفلون زي ما نشوف ده. ممكن اخد منها بايوبسي، ممكن اخد منها بايوبسي سكالين ليمف نود. وان شاء الله احنا هنقول ان شاء الله حالا سكالين بس احنا عشان نستفيد. يعني هي دي النقطه ان احنا نستفيد. يعني في
حتى انا اكتشفت امبارح في واحد زميلنا دول ذكرى اسامي بقى راجل كلينيشن بس شاطر ما شاء الله عليه. فلقيته راجل كلينيشن لقيته يعني ايه بيدرس باثولوجي بيدرس الطلبه باثولوجي ده مش تخصصه خالص بس ايه علم ليه بقى هو العلم بيقول حول يا دكتور الباثولوجي الى كلام كلينيكال الله فاحنا فاهمين كويس لكن مش بقى الصعبه نيكل اي مايكروسكوبيك وخلاص وكلام سوليد لا حوله طب وبعدين انت قلت طب يعني انت عايز ايه بقى في الاخر لا مفيش حاجه انا بقول كلام بس بس خلي بالك نيجي بقى نشوف البلاد بورن ميتاستاسيس بس في بقى بتاع خدناها زمان بص يا ولاد اقول لك معنى حاجه انا ليه بقول الكلام ده هو عشان انت نفسك تتعلم بقى لانك انت هتبقى فيكوا ناس هيبقوا معلمين فغير نفسك بقى بابا عايزين نبطل الفيلم ده هو لسه عمالين يكتبوا في الجرانين ما زالت الدراسه في مصر قائمه على الحفظ والصم الاجانب بيقولوا علينا كده عارفين يقعدوا زي الكتاب يحفظوا العيال يخش يطرش يطلع ملبوس مش فاهم حاجه مش الامتحان خلص انت تغير ايه؟ خليك بقى معايا بص يا دكتور احنا خدنا حاجه زمان في الكليه كده الوان ايه بص قادر ليها اهي حلو كده لو انا عندي سرطان هنا الحبل دي كده مثلا هنفترض عندي سرطان هنا السرطان ده المفروض يمشي ازاي؟ يعمل سبريد ازاي؟ يطلع بقى على الايه؟ مثلا ميديا سلايد الليمف نود سيرفايت الليمف نود يخرج بره لا السرطان ده بقى هيبتدي يعمل حاجه اسمها ايه لو تفتكروا؟ لينفاتيك برميشن يعني هيبتدي يخش جوه الرئه من خلال الليمفاتكس خط كانسر بريست من خلال الايه؟ الليمفاتك ماشي عكس الاتجاه يعني بدل ما يطلع لبره لا ده رجع للخلف وعمل المريض نازل مشي جوه الليمفاتك بتاع طلان وسموا القصه دي ايه؟ ريتروجريد ليمفاتك سبريد وسموها ليمفانجايتس كارسينيماتوزا مش كده برضه ولا لا؟ صح؟ الحركه دي بقى بتعمل كوربا المونال حط تحتها خالص حتى الراجل يقول لك ايه؟ هو ازاي البرونكوجينيك كارسينوما بتعمل كوربا المونال؟ فالواد يقول له ايه؟ الاجابه بصراحه التقليديه ما هو هي اصلا واحد مدخن فاساسا هو ايه؟ سيبه مني يقول انا فاهم انت خلاص انا دي خلصان لا قول لي حاجه تخلي البرونكوجينيك كارسينوما تعمل كوربا المونال لينفانجايتس كارسينوماتوزا لان عارف دي هتعمل ايه؟ دي بتعمل هايبوكسيا شديده الحركه دي والهايبوكسيا بتعمل كوربا المونال احنا قلنا هذا الكلام الهايبوكسيا بتعمل كده طب تعالى بقى نشوف ايه بعد كده نخش كده احنا قلنا الايديولوجي الكلام اللي هو بتاع الباصول نخش بقى في الايه؟ في برضه حاجه كده اسمها ايه؟ معلش برضه عرفوها يعني برونكو البولار كارسينوم اللي هي في الصفحه اللي بعدها ايه البرونكو البولار كارسينوم بيعمل ايه؟ هي بيقول لك عباره عن برونكو جينيك كارسينوما جايه في السمول برونكيولز بالقرب من الالفيولار يبقى بص اسمها ايه برونكو الفولار يعني مش جايه بقى في البرونكيول في البرونكاي الكبيره كده لا جايه في السمول برونكاي القريبه من الالفيولار ماشي يا حبيبي وبناء عليه الحركه دي بيقول لك او المرض ده هو شائع في غير بص بقى الملحوظه بتاعتي يحدث في غير المدخن هذا رقم واحد رقم اثنين الفيميل والميل على السواء من
الاثنين زي بعض. هذه البرونكوجينيك كارسينوما بتتميز بايه بقى؟ بتتميز بانها ايه؟ انها بتدي لارج اماونت اوف سبيوتم. يبقى بتيجي في السمول برونكيول قرب من الالفيولاي في غير المدخن ميل زي الفيميل كميه كبيره من السبيوتم. كلام على العلم ورسم اللي فات كده لينا قرناه وخلص. نخش على المفيد كلينيكال بيكتشر. احنا بنعمل ايه المفيد؟ دايجنوستيك سبيوتم. كلينيكال بيكتشر، كلينيكال بيكتشر عباره عن ايه يا دكتور؟ عباره عن واحد مدخن وحصل له تشينج في الكاركتر اوف كوف اللي اتعود عليه. يعني بص يا دكتور، هو الانسان المدخن ده اللي بتاع علي كويس يعني ولا اعمله ازاي يعني كده؟ كده بردانين ولا ايه؟ طيب هو يقول لك ايه؟ يقول لك انا يا دكتور بدخن انت عارف كالعاده وبكح الكحه بتاعت السجاير اللي انا متعود عليها ريجولاري بتاعت الصبح. الايام دي سيادتك الكحه اتغيرت. انا بكح الصبح وبالليل. اللي يخوفني اكتر لما يقول لي ايه بقى؟ ده في كمان اديشنال سيمتوم مع تغير الكحه. يعني انا بهبل. انا جبت بلاد رينج سبيوتم. كلامك مش حلو. عشان كده بص يقول لك هنا ايه؟ يقول لك يعني تشينج اوف ذا كاركتر، يعني يا ريت تكتب لي برضه الجمله دي لان الجمله دي بنشوفها كتير قوي في البروبلم. يقول لك ايه؟ تشينج اوف ذا كاركتر اوف سموكر كوف. ما كلمه سموكر كوف دي كلمه مش ساينتفك، اللي هو المرضى سموها كحه السجاير. لكن هي مش كحه سجاير، ده دي كرونيك برونكايتس. فالباترن اتغير. اشيع سبب يغير الباترن اوف كوف تشيست انفكشن، لكن قد يكون برونكوجينيك كارسينوما. مش عرفت بقى ده يكون راجل، خصوصا بقى لما يقول لك ده انا بنهج، ده انا عندي دم في البلغ، يبقى كلام مش حلو. فدي اول حاجه اهي بدايه الكلينيكال بيكتشر. نمسك بقى الكلينيكال بيكتشر نقسمها برونكو بالموناري مانيفستيشن، يعني ايه اللي هيحصل في الرئه؟ فانت جنب كلمة برونكو بالمونري مانيفستيشن فهتلاقي بص مكتوب ايه؟ اكتب كده قول اي حاجة. يعني ايه؟ واحد اسيمتوماتيك. ما بيشتكيش. يجي يعمل اشعة يقول إيه كده انت عندك بتاع في الرئة. طب هو عامل اشعة ليه؟ اصل هو كان داخل يعمل عملية هيرنيا، ما هو سيبه بيجي وبيكح فجاله هيرنيا. طب اعمل اشعة لا في مديون كده بتمسك. اتنين، ممكن العيان يجي بكحه زي ما قلنا وهي مبسط، وساعات السبيوتم يسموه ريد كارم جيلي. يعني ايه بقى كلمه ريد كارم جيلي؟ اللي هو زي ما قلت لكم مره يمكن قبل كده، اللي هو ادي انا لو قلت تين مش هتفرق معاك مش كده؟ التوت الاحمر. التوت الاحمر هو اسمه ريد كارم، اسمه كده. التوت الاحمر زي الفراوله بالظبط. زي الفراوله. تيبي كده زي الفراوله بس صغير. توت عارفين شفتوا التوت؟ بتاكلوه؟ في منين؟ والله اصل مش منتشر يعني. منتشر؟ لا مش موجود زي يا ابني. التوت ده ايامنا احنا واحنا شباب كده زيكم كان بتاع التوت ده يعدي كده في الشارع كل خمس دقايق تلاقي واحد معدي بتاع التوت والوان بقى، بس ما كانش فيه الاحمر. الاحمر ده بيبقى في اوروبا. ايه؟ في اسود وفي بنفسجي وفي مخدر وفي ابيض وفي كذا لون او في احمر. المهم ليه بقى يبقى ريد كارنت جيلي عايزين نوصفها على الشمال؟ وانا قلتها لكم مره. عباره عن ايه ريد كارنت جيلي؟ هو بيشبه السبيوتم كانك مسكت التوت الاحمر وفعصته في بعضه كده، هرسته.
فانا هحط لك التخيل بتاع الفراوله. فايه هو الريد كارن جيلي؟ هو عباره عن نيكروتيك تيشو زائد ميوكس زائد بلاد. نيكروتيك تيشو زائد ميوكس زائد بلاد بس كده. فانت لما تيجي تشوف انت زي ما انا جيت وصفت مره وقلت لك زي عصير الفراوله، لو انت شفت عصير الفراوله هتلاقي لونه احمر، ادي الار بي سي البلاد، هتلاقي فيه كده تيشو معلق كده في الكوبايه، ادي النيكروتيك تيشو وفي لون ابيض فوق، صح؟ ده الميوكس. هو عشان كده قالوا ريد كارن جيلي. يقول لك السبيوتم شكله ايه؟ فيستنى تقول له يبقى ما هو فيه هيموكس. ايوه اسمه ايه بقى؟ عايز الراجل ده نشوف ريد كارن جيلي. هو عايز الكلمه. طب يعني ايه؟ يعني تيشو نيكروتيك تيشو بلاد ار بي سي ميوكس بس كده. نيجي بقى نشوف حاجه ثانيه، لو البرونكس حصل فيها اوبستراكشن، هذا الاوبستراكشن هيعمل لي على مستوى الرئه، لو هو كومبليت اوبستراكشن يجي الكولابس، لو هو بارشال اوبستراكشن هيروح عامل لي ايه؟ ممكن برونكيكسس، ده على مستوى البرونكيولز، ممكن يعمل انفيزيما على مستوى الالفيولاي. يعني انا يبقى اذا حتى ده كان سؤال ايام زمان، على فكره ده سؤال ده ممكن يجي لك ان شاء الله في الباثولوجي ريتن ان شاء الله فيرست بارت، ولو هتمتحنوه هتلاقي في سؤال مشهور قوي يقول لك ديسكرايب الباثولوجي اوف برونكيال اوبستراكشن، فانت تقول في اوبستراكشن كومبليت زي كذا 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 يعمل كولابس، وبتتكلم على الكولابس، وبعدين في بارشال زي كذا يعمل برونكيكس، وتتكلم يعمل انفيزيما، وتتكلم يعني حاجات زي كده. نيجي بقى نقول العيان ممكن يجيله نيمونيا. النيمونيا ليه بقى؟ ما انا عندي في برونكس فيها ايه؟ اوبستراكشن، فعامله ستيزيس في حته. فالراجل يجيله، بص بقى يا دكتور، نيمونيا بتتسم بريكارنس. يبقى الراجل العجوز المدخن لما يجيله نيمونيا خلي بالك ويحصل لها ريكارنس، ده على طول هتفتح الباب يا دكتور، بس يا دكتور افتح الباب شوف راجل بره عشان عايزين حجاره من البتاع ده، مش موجود بره؟ ف العيان ممكن يجي بريكارنت نيمونيا. بيجي بايه؟ بيجي بريكارنت نيمونيا. والنيمونيا على فكره تروح وتيجي في نفس المكان، في نفس المكان، خلي بالك من الحته دي. العيان برضو ممكن يجي لك بلانج ابسس. ازاي؟ ببص الراجل يجيب كل حاجه اهو. لانج ابسس ليه؟ كافيتي حصل ماس حصل فيها كابيتيشن، بقت مالجنت يعني نيكروزس كابيتيشن انفكتد. بس خلي بالك انه العيانين دول معظمهم بيبقى الباك جراوند بتاعتهم ايه؟ سي او بي دي. طبعا الورم بقى الايبيكال ده اللي هو اسمه ايه؟ اللي هو اسمه بانكوست تيومر. البانكوست تيومر هيعمل لي ايه؟ هيروح عامل لي مشكله اللي هي بقى الكلام اللي انتوا عارفينه، يروح بقى دايس على الابر 3 ريبس، فجنب الابر 3 ريبس اكتب سهم يؤدي الى بين. تلاقي الواحد جاي لك كده، انا عندي يا دكتور وجع في صدري كده مش عارف ليه، تيجي تعمل اكس راي فاهم ازاي؟ تلاقي الريبس دي بدات تتاكل. ممكن البانكوست تيومر يروح عامل لي يضرب سمباثيك تشين فيعمل لي هورنر سندروم. طب هورنر سندروم ده عباره عن ايه؟ الهورنر سندروم اللي هو بقى ايه؟ تو بارشال دوزز مايوزز ان هايدروزز، يعني زي ما بيقول كده بيحصل هايبو هايدروزز ابسيلاترال في نص الوش، وهنتكلم بقى الكلام ده في اليورو اذا احيانا الله. فيجي الراجل بقى يقول لك يروح
جاي في وسط البروبلم، انت حط بقى التوزز دي كده في دايره وانت عليها دي بتتحط في البروبلم، وبعدين حصل التوزز فتلاقي الحاله بدا يحود على مين؟ على نيورو. اصل البرونكوجينيك ليها اعراض نيورو، هو عشان يجيب البرونكوجينيك كارسينوما جمالها ان هو يديلك من خلالها اعراض نيورولوجيكال او اندوكراين. هنشوف لك حالا، والكلام ده انت سمعته عنه قبل كده. طيب تعالى بقى نشوف كمان العيان ممكن يجيله يضغط على البريكيال بلكسس ويديني الم في دراعه ويعمل لي ويستنج اوف ذا سمول ماسل اوف ذا هاند سوبيريور بين الكليفر كونستراكشن، وزي ما قلنا الكوربانال ويز لينفانجايتس ايه كارسينوماتوز. ادي الاعراض بتاعتها. بلورال لو هو ايه بقى؟ لو هو بريفر ممكن يعمل ايه يا جميل؟ ممكن يعمل لي بلورال افيوجن. بص بقى البلورال افيوجن تحط تحتها خط، عشان دي كانت جايه عندكم بروبلم برضه قريب شفتها في الامتحانات، والحقيقه جت عندنا كتير نفس الفكره. هو جايب مريض ايه؟ سي او بي دي، بس بص بيشتكي من ايه بقى؟ بروجريسيف ديزني. فتلاقي واحد كده بابا مدخن قوي، يا ابني انا بقالي مش عارف 10 ايام بنهج جامد قوي يا ابني. اعمل اكس راي، اعمل اكس راي. ماسيف بلورال انفيوجن على ناحيه، دي مالتنا انت يا رب. على طول كده. مش انت بتدخل بقالك 50 سنه يا عم؟ امال هيجي لك انفيوجن ليه؟ معلش يعني. ويونيلاترال في ناحيه. البلورال افيوجن ممكن يبقى طبعا هو مليجنا فيبقى اكسودنت، بس بيبقى اكسودنت بيبقى طبعا فاكرين هيموراجيك رابيدلي اكيوميوليتنج ماسيف. ممكن يبقى احيانا ترانسميت لو ضغط على الاسايكوس فين، على اساس الاسايكوس فينز من الفينز اللي هي بتدرين البلورال. برضه ممكن يبقى لم كايلس لو الورم ضغط على الثراسيك نقط. ممكن يبقى امبايما لو في ابسس لجنا فتح في البلورا. اذا هذه بس الكومن ان هي تبقى مليجنا انفيوجن هيموراجيك. احنا سحبنا يا ابني كده حتى تلاقي بتوع التشيست دول الفظاع. يبقى قاعد يقعد هات يا سيد سرنجه، روح القطن كده ودابب السرنجه وساحب بلا عملية فل. تعالى بقى نخش على لو هو بقى ميديا ستاينال، ده هيجي ميديا ستاينال سندروم اللي انا لقاء فيه جاي ورا. خش بقى على الجزء اللي هو ايه بقى جميل؟ اكسترا سوراسيك. ايه بقى الاكسترا سوراسيك؟ هو ده المهم. في جزء ميتاستاتيك اللي هو بقى ميتاستاس في العظم، في الليمف نود، في الليفر. وشايفين الليمف نود بقى علم على الاثنين المهمين في الليمف نود عندك، علم على ميديا سباينال وعلم لي على اسكالين. الميديا سباينال والاسكالين. الميديا سباينال والاسكالين اللي هم مين بقى يا جميل؟ دول بقى اللي بيدوني حاجه في الانفستيجيشن. يعني انا اجي اعمل له سي تي تشيست يقول لك ده في ميديا ستاينال لينفود، ميديا ستاينال لينفود انفولد. او الاسكالين احب اخد منها بايوبسي لانها في متناول اليرمز، هذه القيمه بتاعتها. طيب ايه بقى الحاجه اللي هم لسه بقى الراجل عايز يسمعها منك؟ وعايز يسمعها منك بقى الراجل، عايز يسمع منك ايه يا جميل؟ non-metastatic complications اللي هي بتاعت ايه؟ اللي هي بتاعت زي الهيباتوما كده. فاكرين الهيباتوما؟ الهيباتوما عايزين حجاره يا عم. الهيباتوما هو بص هتلاقي سن كده كتير طبعا بنعلمك حاجه. هو ايه يعني؟
يبقى النمط الستاتيك اللي هي ايه بقى؟ اللي هي ايه؟ اللي هو النمط الستاتيك خدناها فين بقى؟ اللي هي اسمها ايه يا اولاد؟ اسمها بارا ماليجنان سندروم. اللي خدناها فين؟ في الهيباتوما. فقلت لكم حتى ايه ان الماليجنانت سيلز في الليفر بتطلع ابنورمال بيبتايدز، بتطلع مواد بروتينيه شبه الهرمونات، فتعمل حاجات غريبه في الجسم، فاطلقوا عليها نون ميتاستاتيك. يعني هي مش ميتاستاسيس، لا دي مواد خارجه ميتابولايت خارجه من الورم. هذه الميتابولايت شبه هرمونات معينة، شبه هرمونات معينة، واخد بالك؟ شبه هرمونات معينة. يعني تلاقي مثلا الورم يروح مطلع على سبيل المثال، مثلا نشوف بقى كده اهو، حاجة شبه الاي سي دي اتش، حاجة شبه البارس هرمون، حاجة مش عارف شبه ايه، فيدرب كلك الدنيا بقى. دي اسمها، دي بقى الحتة، اكتب هي دي موضع البروبلم الرائع هنا. يبقى هو عشان يحبك المسألة يبقى لازم ايه يعملها لنا كده. تعالى بقى نشوف ايه هما الباراماليجنال. الواحد كلابين، والكلابين دي خلي بالك انتوا عارفين الجريدز اوف كلابين، كان في جريد 1 2 3 4. الفور اسمها ايه؟ بالمونري اوستيو ارثروباسي، مش كده ولا ايه؟ البالمونري اوستيو ارثروباسي دي ليه سموها كده؟ ومش معنى جريد 4 سموها كده ليه؟ عشان اول ما اكتشفوها في العيانين لقوا ايه الناس، هو اللي هي جريد 4 دي بيبقى فيها ايه؟ فيها ايه؟ ايه؟ وين في حاجة بقى؟ بيبقى فيها اللونج بون، لونج بون نير باي ريست جوين اند انكل جوين، بيحصل فيه ايه؟ سابري اوستيال نيو بون ديبوزيشن، صح ولا انا غلطان؟ مش كده ولا ايه؟ مش عارفين نكتبها يا استاذ، اكتب يا اخوك. هيقول لك ايه اللي هي ايه؟ تقول له جريد 4 اللي هي ايه؟ لازم عارف ما انت المفروض جريد 4 وخلاص. نيو بون سطر يوصل نيو بون ديبوزيشن. فين؟ في اللونج بون نير باي ريست اند انكل، نير باي ريست اند انكل جوينت. انتوا عارفين يا اولاد اللي هو البريوستيام، البريوستيام ده اللي هو الجزء السنسي في العظم، لما يتكون تحتيه بون عشان كده ايه؟ سب بريوستيال نيو بون ديبوزيشن. العظم بيتستف تحت البريوستيام، بيروح شادد على البريوستيا فيسبب الالم، بيعمل ستريتش على البريوستيا، فتلاقي الراجل ايديه من هنا مالها؟ وارمه، والريست بتاع ده والانكل من تحت ايه؟ قرب الانكل وارم وبينفول. ولذلك قالوا لنا ايه؟ جريد 4 از ايه؟ بتشخص ازاي؟ جريد 4 اكمل ما جريد 4 كلابينج از نوت دايجنوزيس، راديولوجيكال دايجنوزيس، صح؟ يعني انا ما اقدرش اجزم كلينيك، لازم اشوف. هيقول لك طب اشوف ايه في الاكس راي؟ قول له صبري اوستيال نيو بون فورميشن او صبري اوستيال بون ديبوزيشن. ما هو
هو ده الايه البتاع. فهم بقى لقوا الناس دي زمان، لقوا الناس دي العظم هنا وارد، وعشان كده ايه العظم بيورط فين؟ نير باي ريست وانكل، فبيعمل الم، فالالم قرب المفاصل، عشان كده قال لك ايه؟ قال لك اوستيو ارثروز. خلي بالك من الكلمه. طب ليه قالوا بالمونري؟ لان اول ناس اكتشفوا يظهروا الحاجات ده ايه؟ كانوا ناس عندهم سي او دي، كانوا ناس عندهم سي او دي، ولقى عندهم جريد فور كلابينج، بعضهم كان معاه كلابينج ترابستيك، وبعضهم ما عندوش اي ديجيتال كلابينج صامو خالص، وكان جاي فقط بريزنتد بديه، فاطلقوا عليه بالمونري اوسكيو ارثروباس، لان ده كان الوصف الاولاني، فاكتشفوا ان ده جريد فور كلابينج، فبقى خلاص سمي هكذا. ممكن يبقى بريسيدد بالستيجز اللي قبله، وممكن يجي ايزوليتد لوحده. اه هو جريد فور. طب نيجي بعد كده ايه كمان يا اولاد؟ اللي هو نيورولوجيكال. تلاقي المريض بقى يجي يا جميل بقى بريفرال نيوروباثي، مايوباثي. دي بقى البريفرال نيوروباثي دي مشهوره جدا في البروبلم. يروح جايب لك برونكوجينيك ويقول لك وعنده تنجلينج ونمبنس، طب خلاص بقى وويكنس، يروح يديك شويه نيورو كده، تروح له دي ايه؟ باراماليك. ترى ايه مليك، وبعدين تلاقيه منتظر يسمع هذا اللفظ الجميل. ايه اللفظ بقى اللي عايزه؟ ايدون لامبرت سندروم. وفي قول اخر لامبرت ايدون سندروم، في ناس يسموه كده ناس يسموه كده. ايدون لامبرت ده عباره عن ايه؟ مايسينيا جريس، بس باراملي. خلي بالك عشان ده مهم قوي، هتلاقيه فين؟ نيورولوجي كيف نيورولوجي. بس كده اه يا ابو البيان البتاع ابن الذين بقوا في صدع دماغ ابويا. طيب ايه تاني؟ ايه تاني غير بقى ده؟ اندوكراين. اندوكراين اي سي تي اتش لايت اللي هو بيسموه يا جميل اكتوبيك اي سي تي اتش، اكتوبيك اي سي تي اتش. فجابه مره هيعمل كوشن صح ولا لا؟ قولوا لي الكوشنج بيبقى شكله ايه؟ لا انا بتكلم على الكوشنج العادي الاول، بيبقى عنده الضغط والسكر وجسمه مليان، ده هنا جسمه مش هيبقى مليان بس عنده ضغط وسكر، فراحوا جايبين البروبلم ولاد الحراميه. كل مره هم يجيبوا السي او بي دي ويحطوا معاه ايه؟ ويكنس في العضلات وبريفرا نيوروباثي. خلاص بقى فجي مره قال لك ايه؟ طب خليها سي او بي دي بقى. وبعدين الراجل كده بدا يبقى هايبرتنسيف وبقى ديابيتك، فهو عايزك تشوف. فالعيال قالوا ايه يا عم؟ هو راجل بيدخن وعنده سكر وضغط، ايه المشكله؟ يعني زي بس الراجل فيه ويت لوس، يعني فيه برونكوجينيك، المساله فيها برونكوجينيك. خلي بالك، طب ايه علاقه البرونكوجينيك بالضغط والسكر؟ خلاص ايكتوبيك اي سي دي اتش دكتور. طب بصوا لي كده ليه؟ هو كلام صعب يا جدعان؟ اكتب يا ابني المسالتين دول. اكتب يا اخويا اكتب. يبقى يا سيدي اولد، اول ما اقول لك اولد ميله في سموكر تقول لي خلاص مش هكمل. انا مش هكمل خلاص من كتر بقى ما يتعود عليه. اولد ميل هيفي سموكر نقط، يعني بينهم ببعض برونكوجينيك، يبقى اكتب كده برونكوجينيك خلاص. وبعدين يروح مديك بقى ايه؟ ديفلوب ويكنس تنجلينج نمبنس. خلاص ده ايه يا عمي؟ ده شكله عنده بريفرال نيوروباثي، وسببها ايه؟ سببها ايه؟ برونكوجينيك كارسينوما باراماليك. المسألة الثانية اولد ميل هيفي سموكر، وبعدين هيقول لك بقى ده هو قال للعيال، قال لهم ايه؟ قال لهم عنده تشينج في الباترن اوف كوف،
الكحه اللي اتعود عليها الراجل بيشتكي انها اتغيرت. وراح عامل شويه كلام كده ويت لوس خلاص بقت ايه؟ بقت ايه؟ برونكو جوكر صناعي يا جدعان. طب خلاص انتوا بقى شخصتوا، يروح حاطط ثلاث نمر للعيال الحلوه. وأون اكزامينيشن كان فيه هايبر تنشن والبلاد شوجر كان عالي. فانت ممكن تقول ايه؟ والله دول كومن اسوسيشن الناس الاذكياء. يقول لك هو مين في البلد مش هايبر تنسيف لا مؤاخذه وعنده ديابيتس بالليتس؟ مين؟ الناس كلها عندها كده. فتقولوا ايه بس دي ممكن تبقى باراماليجنان سندروم. فساعات بقى هو ينبط يقول لك هل هناك علاقه بين الاوريجينال دايجنوزيس اند ذا اليفيتد بلاد شوجر؟ هاو كان يو بروسيد في الانفستيجيشن؟ انا هطلب اي سي تي اتش يا دكتور. لا اكتوبك اي سي تي اتش. مؤاخذه. ماشي يا عمي؟ صباح الفل. عشان بقى ما نيجي نحل البروبلمز والحاجات بقى تلاقي نفسك ايه 100 100، تلاقي كل الافكار دي عندك مأيدينها كده ومظبطينها. نيجي بقى لبتاعة تانية مهمة قوي البتاعة دي اللي هي بيريورايتس. الهرش ده على فكرة الهرش من الحاجات المشهورة قوي. طبعا الكالسيوم ممكن يعلى، فاكرين الانتي دايوريتيك هرمون ممكن يعلى، كل دي باراماليجنا حاجة بقى يعني. البرونكوجينيك دي ام الباراماليجنا فظيعة. وبعدين بيريورايتس. في بقى مرض جلدي مهم قوي اسمها ايه؟ اكنسوزيس نيجريكانس. اكتبوا معناها، ممكن تكتب معناها تحت المربع احسن. هي عباره عن ايه؟ سيكنينج اند هايبر بيجمنتيشن اوف ذا سكين. يعني تلاقي حتت في الجلد بقت سيك وهايبر بيجمنتد. فين بقى بتيجي في حته؟ ما انتوا خدتوها دي في حته بتاعتي. ايوه جدع، عند الفولدز. يعني ايه الفولد بقى؟ فين؟ عارف ايه؟ الفولد اللي ما بين النك والشولدر. يعني تلاقي الحته دي كده يا دوب شايف الحته دي حته غامقه كده. وفين؟ في الاكزيلا. في ناس كده تلاقي الاكزيلا بتاعته غامقه على فكره. بس دي حاجات تانية. لكن هو لا، تيجي تمسك الجلد تلاقي الجلد خيم سيك وبيجمنتد. دي اسمها اكنسوزيس نيجريكانس. كان في ايه؟ نعم؟ احنا قلنا يابا اهو. اهو ما بين النيك والشولدر هنا وفي الاكزيلي وخلاص بقى. تمام كده؟ ادي العمليه. خلي بالك من دي. يجي بقى يقول لك في حته بقى دي للام سي كيو الهاي ليفل قوي. المربع ده هاي ليفل ام سي كيو. اللي هو ايه بقى يا دكتور؟ انا عايزك تاخد منه جملتين. الجمله الاولى بيقول لك ايه؟ ان الهايبركالسيميا كومن في مين؟ في السكويموس سيل كارسينوما. اما باقي الاندوكراينال مانيفستيشن زي الاي دي اتش والاي سي تي اتش بتطلع من السمول سيل كارسينوما. انا عايز السطرين دول بس. وبعدين علم لي على السطر الاخير، لو جيت قلت لك نيورولوجيكال، ده سؤال ممكن يجي كده. عارف السؤال اللي هو بثلاث نمر عندكم مكتوب كده اهو، نيورولوجيكال مانيفستيشنز اوف برونكوجينيك كارسينوما. هتروحي له الباراماليجنا اللي هم مين بقى؟ نيوروباسي، مايوباسي، مايسيميا، ناس عم بتعمل اتاكسي. وايه كمان؟ هتقول له الميتاستاسيس. وايه كمان؟ اوعى تنسى البانكوست، لانه بيضغط ويعمل هورنر، بيضغط ويعمل افريكشن البريكيال بلكسس. سؤال كده بنبرتين بثلاثه كده يروحوا ايه؟ ماشي شباب. تعالى بقى بعد ما قلنا كل الكلام الحلو ده اهو انفستيجيشن، هنعمل تشيست اكس راي. التشيست اكس راي اللي فيها ايه يا دكتور؟ تشيست اكس راي اهم حاجه الشكل ده. بصوا انا هرسم لك نوديول
بص الموديول عامله ازاي. موديول اهي موديول ويز سبايكي، عايزك تكتب لي الكلمه دي سبايكي بوردر. بس يعني البوردر يعني مش موديول حلوه كده. بص الموديول دي حلوه ازاي، لا دي سبايكي بوردر. سبايكي يعني مشرشره كده. هتلاقي الموديول كده شكلها كده مش حلو طبعا. ايه يا دكتور؟ موديول ويز سبايك بوردر. طبعا الاكس راي بتبين، بس مين الاحلى؟ سي تي. طبعا انتوا في شايفين كده في اشاعه، بس هي عامله الاشعه اللي فوق على اليمين دي هي جايبه فوكس على الموديول. شايفين الموديول عامله ازاي؟ والبوردر بتاعتها ما تحسهاش ويل ديفايند. لكن بص بقى السي تي جنبها، شايف الموديول البيضة؟ البيضة دي اللي في البريفرنس دي فوق، شايفينها؟ مش باينه؟ سي تي سي تي باينه اهي، باينه قوي. بص السي تي بيجيبها بالظبط. بص الموديول شكلها معقرب، صغيره بس معقربه بنت لذيذه. اللي هي في السي تي اللي هو على ايدك الشمال تلاقي كده في فوق كده بتاع بيضة خارج منها مع الرئة كده، تمام كده. يبقى سي تي وتشيست اكس راي. بص يا دكتور، احنا بنعمل داتا انفستيجيشن، اتعلمنا عليها تشيست اكس راي سي تي برونكوسكوب. خلاص ليه؟ وليه يا دكتور؟ اولا انا عملت اشعه صدر، فلقيت فيه ايه؟ نوديول. What is the next step CT؟ طب السي تي طلعت الماس، طب انا عايز اعرف الماس دي ايه؟ دي برونكوجينيك، طب انهي نوع؟ يبقى هنا البيوبسي واجب. لكن عارف الهيباتوما فاكرين؟ ممنوع تاخد بيوبسي. لان يو ويل ديسيمينيت. لكن انا هنا مضطر اخد بيوبسي وعالج، لانه كل نوع بيفرق عن الثاني في العلاج. زي ما هنشوف دلوقتي. في ناس بقى بيعملوا لينف نود بايوبسي زي ما قلنا من السكالين، حاجه اسمها سكالين باد اوف فات، اللي هي الحته اللي هي بتحيط حتى باللينف نود نفسها. وبعدين في كمان منظار الميديا ستاينم. كل دي حاجات بنقدر نشوفها ونقدر نعمل العديد يعني من الايه؟ الانفستيجيشن. طبعا المنظار ممكن اخد بايوبسي المنظار. وعلى فكرة في بعض عيانين ما بنعرفش ناخد بايوبسي قوي بسبب الباسكولار تيومر، ممكن ينزل جامد فيقعدوا كده فاكرين انتوا في حاجة خدناها كده اسمها، فاكرين دي راش سايتولوجي، فاكرينها كان هو يخشوا كده ويقعدوا يملسوا على الورم كده عشان السيلز تقع وروحوا حاملين شوية مية وروحوا شاطينها ويفحصوا. كل دي طرق. في ساعات بيعملوا اوبن لاند بايوبسي على الورم اللي هو بريفرنس وبارتيشن، يعني في طرق كثيره سبيوتوم فور مالينجنت سيلز. بس انا اهم حاجه ايه يا دكتور؟ بس عشان انا فوكس هنا عشان اتصاد سي تي برونكوسكوب بايوبسي لازم اعمل كده. طب تعالى بقى نشوف العلاج. لو اول حاجه جراحه، هي ايه الجراحه دي؟ هيشيلوا اللنج كلها ويعملوا بعدها ريديو سيرابي. خلاص كده ايرادييشن. طبعا في ناس بقى بتحاول تتجاوز ويعملوا بقى لوبكتومي وكلام من ده. فبص يا دكتور، انتوا عارفين الكارينه، عارفين الكارينه اللي هي دي اللي هي بايفوركيشن اوف زيترانكيال. فيقول لك الورم لازم يبعد عن الكارينه على الاقل 2 سنتي. انتوا طبعا عارفين يمكن حتى في الجراحه دايما يقول لك ايه؟ لما بتشيل الورم كل ورم بيتشال له سيفتي مارجن. صح كده ولا لا؟ له سيفتي مارجن. فهم حطوا السيفتي مارجن هنا 2 سنتي. لان قال لك انا على الاقل هشيل الورم واشيل حواليه 2 سنتي مينيمم. ف
فلو الورم نير باي كريمة يعني الورم بينه وبين الكريمة أقل من 2 سنتي بدأ إن أوبرا كده أنا هشيل بقى الكريمة فمعظم ينفعش ده لازم عشان العيال يبقى أوبرابول لازم الورم اللي هي قواعد جراحية لازم الورم يبقى لوكالايزد في اللنج فيش متاستاسيس بعيد عن الكريمة اتليست 2 سنتي مفيش متاستاسيس ولا حاجة والعيان فت نعمل نيمونكتومي وإيراديشن ده لو هو نفع معاه أنا بقى صديقي ده عمل له إيه بقى شالوا هو البتاع كان صغير فراحوا شايلين الإيه شالوا إيه شالوا لوب كامل وباقي اللنج سابوها على فكره في ده اللي بيعملوا كمان لوبكتوم بس في ناس يقول لك لا اعمل وراح واخد البتاع ده هو هو الايديو حلو كده طيب الوضع الثاني غير الجراحه ان احنا ندي ريديو سيرابي الريديو سيرابي في العلم دلوقتي بقى نوعين في ريديو سيرابي ده كلام عام على اي نظام في ريديو سيرابي فور كيور هو بيدي لارج دوز ريديو سيرابي عشان يموت الورم تماما طب مين الورم اللي هو هنا هينفع للريديو سيرابي اي ورم بس نان سمول سيل كارسينوما لان السمول سيل كارسينوما معروف عنها ان هي كيمو سنسيف يعني تديله كيمو سيرابي يستجيب ريديو سيرابي ما هوش هيستجيب لكن ده هيدي نقطه مهمه جدا هديله لارج دوز واخففه يعني هو المفروض ان هو يخف بالنسبه لحالات تانية بقى هتلاقي الريديو سيرابي في البند التاني ان هو مش هيبقى كيوراتيف قوي ان هو ايه يعني او يعني اسف ان العيان هيبقى زي ما تقول ايه ان هو برونكوجينيك كارسينوما بس فيها inoperability يعني انا مثلا انا شايف الراجل ده شكله inoperable inoperable يبقى انا ما عنديش اوبشن خالص جراحه يبقى انا مضطر اديله ايه ريديو سيرابي يبقى ريديو سيرابي لان فور كيور لان انا هعتبره حاجه شبه الايه شبه كده يعني الباليتيف بالظبط كده نيجي بقى في بند تاني في الريديو سيرابي برضه خلي بالك اللي هو ايه بقى الحته اللي هي مكتوبه تحت قوي دي اللي هي بتقول ايه بقى ايه رايك لو انا الريديو سيرابي انا مش واخده كيوراتيف فانا هعمله ايه بقى يا دكتور الورم ضاغط على السوبيرو فينانجيفا ضاغط على السوبيرو فينانجيفا الراجل هيفطس من السوبيرو فينانجيفا الكومبريشن يبقى انا ادي ريديو سيرابي عشان اخفف الضغط على السوبيرو فينانجيفا واخد بالك الورم مثلا ضاغط على برونكس معينه او هيسدها يقعدوا يدوا ريديو سيرابي يعني حاجات زي ما انتوا قلتوا كده ايه بالياتيف طب فين بقى الكيمو يبقى الجراحه يبقى جراحه لمين تاني جراحه لمين تاني نون سمول سيل كارسينوما ليه؟ لان السمول سيل كارسينوما يلزمها الكيمو طب الجراحه هيعملوا ايه؟ نيمونيكتومي يشيلوا اللنج او لوبكتومي يشيلوا سيفتي مارجن بشروط الجراحية السابقة وألا يكون الورم بالقرب من الكريمة الراديو قلنا ايه في راديو اللي هي اللي قبلها اللي هو الراديو فور كيور ده اللي هو مين اللي هو في الحالات اللي هو مثلا هنفترض ان الراجل ده مثلا واحد مش فيت لجراحة خلاص اديله راديو واخد بالك بس بياخد ريديو سيرابي لمين؟ لأي واحد هيبقى ما عندوش سمول سيل كارسينوما مجرد مع الريديو. في ريديو مش فور كيور، نوع من الباليشن شويه اللي هو ضاغط على حاجه عامل بتاع، نقعد بقى نديله ريديو كده عشان نحسن واحد مثلا الورم ضاغط على الريبس وبدأ ياكل الريبس وعامل ألم، واحد يديني ريديو سيرابي هنا تلاقيني هديه معاه. بس خلاص. الكيمو بقى مين اللي هياخد الكيمو؟ سمول سيل كارسينوما. طب مين بقى السمول سيل كارسينوما ده؟ اسمه ايه الدواء؟ علم على صنف واحد وما تقولش اكتر من كده، يبقى تقول سمول سيل كارسينوما وحاطط دايره على سيسبلاتين. سيسبلاتين ده مشهور قوي يا جماعه.
دواء بيتاخد في العديد من الاورام السرطانيه. فكيف موجود في كانسر بريست مش كده بيتهيألي ولا ايه؟ سيس بلاتين وبس، مش مهم الباقي بقى. انزل تحت بقى الباراجراف ده، انا عايز منه الصور ده. تحت بقى في ليزر، في حاجه اسمها براكي سيرام. ايه الليزر ده؟ الليزر ان هو بيقلك بقى تلاقي الورم سد برونكس، يروح هو داخل بالمنظار وبالليزر يروح فاتح البرونكس، يعني يحرق الورم عشان يفتح برونكس. بس حاجه ثانيه، البلاكي سيرب اللي هو ايه دلوقتي بدأوا يعملوه بقى، يعملوا يعني نوع من اللي هو يا دكتور بيمبلانت ريديو اكتف ماتيريال لوكال. يعني تلاقي مثلا يروح زارع له مواد ريديو اكتف اندو برونكيال. فالكلام ده بدأ يبقى موجود بقى، عايزين يوصلوا الايراديشن في هذا المكان بالتحديد، اسمه بلاكي سيرب. وفي ستنت بقى، ساعات الورم يبقى منال بنيله، يروح حاطين ستنت فين؟ في برونكس او في برونكيو او في سمول برونكاي، تجيب هذه البرونكس بيتر. زي ما انتم عارفين اللي هي الستنت اللي بيحطوها في الاسوفجس دي، كانسر اسوفجس، عشان الراجل بس ايه؟ يعني هو الراجل هيموت، هو بيبقى عارف. لا بس حطي لي بقى حاجه عشان اشرب حاجه يعني. خلاص انا هموت كمان ثلاث اشهر، فانا بظبط اموري خلاص، بس عايزين نشرب بقى. اللي هو انت هتخليني اعطش بقى وما كنتش ثلاث اشهر. ايه رايك لما الدكتور هو عنده كده وعارف، وعارف خلاص، وبتخش عليه كده خلاص، هو عامل ايه؟ الموضوع خلصان، وادينا قاعد بقى الحمد لله ان انا ايه جالي الانذار، وهيظبط بقى الدنيا مع ربنا، ونجيب له شويه عصائر وبتاع، ونحط لك ستنت عشان تاكل وتنبسط. نيجي بقى اخر حته اللي هي البرونكيال ادينوما. اكتب على العنوان، هي زي ما تقول بروبلم، بس بروبلم يعني صغيره او سؤال صغير. اكتب على العنوان كده فيميل ويز ريكارنت هيموسيس. اول ما اقول لك كده تروح قايل لي على طول، ها تقول لي ايه؟ البرونكيال ادينوما. معروف ان البرونكيال ادينوما ان هو فاسكولار تيومر، بس كده يعني قايل كده ده فاسكولار تيومر. وعلى فكره معظم الاورام دي بتعمل حاجه اسمها كارسينويد سندروم. كارسينويد سندروم، مين يفتكر الكارسينويد سندروم كان ايه المديتور بتاعه؟ انا جبت سيرته، جبت سيرته فين يا اخويا؟ مش فاكر. اللي هو السيريتونين، يعني الورم بيطلع سيريتونين. فتلاقي بص بقى الكلينيكال بيكتشر عباره عن ايه؟ كلينيكال بيكتشر فيميل ريكارنت هيموبسيس، وافتكر السيريتونين عامل لك حاجه اسمها كارسينويد سندروم، اللي هو ايه بقى؟ برونكوسباز وايه تاني؟ وفلاشنج ودايريا. برونكوسباز وفلاشنج ودايريا. طبعا هو بقى في الامتحان ما بيجيبهاش كده، يقول لك والست دي بقى لها فتره كده عمال يجي لها اتاكس اوف ديسنيا وويزي تشيست وبتستعمل الانهيلر. عادي يعني، برونكيال ازمة عادي يعني. بعدين على فكره كان عندها شويه ضياريه كده وبتاخد مش عارف ايه، ويروح مديك الوليه كده عندها 45 سنه، عندها هوت فلاشز كده كانها منوبوز يعني. فتلاقيك انت تهت في النص. خلي بالك ده كارسينويد سندروم، لازم تاخد بالك من هذا الترياد. ايه الماده اللي احنا طبعا هعمل تشيست اكس راي سي تي، هنشوف ايه بقى الميتابولايت بتاع السيريتونين في اليورين؟ اسمه ايه؟ هيدروكسي ايميدول اسيتيك اسيد. يعني ايه؟ انت ازاي لو سمحت تفتكر هذا البتاع ده؟ وفي الاخر التريتمنت ريسكشن وخلاص، مش لازم تكتب اكتر من كده، ريسكشن وخلاص. استنى يا باريس، خلاص انا خلصت اهو. ميزوسيليوما دي اخر حاجه خالص، تعبتوا. شد حيله جايبني، شد حيله. احنا داخلين بقى على يعني ان شاء الله برانش الامتاع، بس انا شايف النهارده طبعا مفيش حضور عشان في ايه؟ عشان في امتحان بكره.
يا عيني. طيب وبعدين؟ خلاص احنا خلينا عادي مش هينفع نعمل حاجه. ايه؟ يعني هو هو مين هنا قاعد عنده امتحان؟ طب كويس كله هيمتحن يعني. طب انتوا يعني يعني بكره صعب صعب ناخد حصه بكره؟ وفي ناس تقول لك صعب اصل بكره دي بدايه يورو اناتومي لو حد فلت منه حاجه ما بيحصلش كويس. هنعمل ايه بقى؟ صور. بص يا استاذ بس في نقطة لازم تفهمها. أنا ما بكسلش. أنا ما بكسلش عن حاجة، بس هو الفكرة إيه؟ دايماً طالما إن إحنا عاملين معاد واحد وفي امتحان راوند، إند راوند لغالبية الناس، يبقى لا يصح إن إحنا نعمل. لا يا دكتورة سامي مش فاضي لهذه الدرجة يعني. وأنت فاكراني قاعدة على رصيف يا دكتورة في أي وقت؟ طب تعالى الساعة كذا. وبعدين اجي اروح جاي تقولي لي مش عايزين النهارده؟ ولا بتاع لبن ولا ايه؟ ايه كان فارد ده؟ فاكراني خوجه ولا ايه يا بنتي؟ مش خوجه احنا. طيب الله يسهل لك يا بنتي. طيب يلا نيجي بقى نقول ايه الميزوسيليوما. الميزوسيليوما في واحده اسمها لوكالايز فايبرس ميزوسيليوما.